محاضرة الدي ان ايه بار كودنج تتكلم عن ان انا اقدر استخدم تتابع لجين معين واعمله بار كود للكائن الحي للنوع ده، زي البار كود اللي موجود في على البضائع في السوبر ماركت كده، اقدر ان انا اعمل بار كود بناء على السيكونس بتاع جين معين موجود في الكائنات الحية. ده تعريف الدي ان ايه بار كود، شورت جين سيكونس، اقدر استخدمه علشان اعرف بيه السبيشيز او النوع اللي متاخد منه. لكن للاسف ما فيش جين يونيفرسال، ما فيش جين اقدر استخدمه لجميع الكائنات الحيه. فلقيت ان في البروكاريوتس ممكن استخدم جين اسمه الريبوزومال ار ان ايه، وللانيمالز سيتوكروم اوكسيديز 1 اللي هو ميتوكوندريال سي او 1 جين، وللنباتات ماتيوريس كاينيز جين مات كي. الثلاثه جينز دولت للثلاث مجموعات من الكائنات الحيه ممكن استخدمهم في عمل دي ان اي باركودنج، للبروكاريوس ار ار ان اي، للانيمالز سي او 1، للبلانتس مات كي. وبالتالي من ضمن الادفانتجز بتاعت الدي ان اي باركودنج او المميزات بتاعت الدي ان ار كودنج، ان انا اقدر اعمل دي ليميتيشن او ديفرنشيشن ما بين الكريبتك سبيشيز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو انا جيت عملت بحث على جين السي او 1 في الفراشه ديت، هلاقي ان ليها اكتر من سيكونس، ليها اكتر من دي ان اي باركود. وبالتالي معنى كده ان الفراشه اللي كنا بنعتقد ان هي نوع واحد ده طلعت 10 انواع، لان في 10 فراشات نفس الشكل نفس المورفولوجي لكنهم ليهم جينات مختلفه او الدي ان اي باركودنج بتاعها مختلف، وبالتالي السبيشيز ده يعتبر كريبتك سبيشيز اللي هي انواع متشابهه جدا مورفولوجيا ولكنها مختلفه جينيا. لكن من ضمن المساوئ بتاعت الدي ان اي باركودنج ان مفيش يونيفرسال جين اقدر استخدمه لكل الكائنات الحيه، زي ما قلنا ان البروكاريوتس ليها ار ار ان اي، الانيمالز ليها سي او 1، النباتات ليها مات كي جين. وده كان ملخص محاضره الدي ان اي.